je vais commencer dans la suite de la présentation de Madame la Chancelière en remerciant évidemment le président. الرئيس شارل ميشيل والرئيسة رئيس المفوضية أرسولا فون دير لاين على عملهما وعمل كل الفرق العاملة معهما طيلة هذه الليالي والأيام الماضية. شكرا السيدة المستشارة أيضا في هذه القمة اليوم. هذه القمة ربما كانت هي الأطول في التاريخ، تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهذا النجاح هو مهم، وذلك بعد هذه الفترة التي لم نجتمع فيها بصورة مباشرة، وبالتالي النتائج النهائية هي تاريخية. لقد قمنا بوضع باعتماد خطة إنعاش تضامنية للمرة الأولى. الهدف هي مبلغ 750 مليار، وهناك قسم مخصص لي على شكل معونات يقدر ب 390 مليارا، وهي مخصص للخطط الوطنية طبعا، وهذا المبلغ هو أقل مما نحن اتفقنا بشأنه مع ألمانيا في الأشهر الماضية، ولكن هذه الفترة التي قضيناها هي فترة وجيزة جدا، وبعض الزملاء في الواقع عبروا عن دهشتهم من الاتفاق السريع الذي تم في 18 من أيار مايو الماضي بين ألمانيا وبين فرنسا، وهذا الأمر تحول إلى واقع. أريد أن أشكر هنا كل الزملاء والنظراء الذين التزموا في هذه العملية. إذن بفضل خطة الإنعاش هذه نحن وصلنا إلى رفع الميزانية الأوروبية إلى الضعف للسنوات الثلاثة القادمة. لننظر إلى ما حدث منذ شهر نيسان أبريل إلى الآن. اليوم نحن لدينا الميزانية من جهة، الميزانية الأوروبية، وهناك أيضا خطة الإنعاش الأوروبية، فالمجموع الكلي يمثل حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي. وأريد أن أعبر عن ارتياحي مع المستشارة ميركل بأن كنا دائما مع التعاون ومع الطموح، وكل ما قمنا به في الأيام الأربعة الماضية وفي الأشهر الماضية وفي السنوات الماضية، عندما تقف ألمانيا مع فرنسا جنبا إلى جنب، يستطيعون القيام بالكثير، ليس بكل شيء ولكن بالكثير من الأمور. استطعنا أن نتجاوز معا الكثير من الخطوات من أجل تحقيق الوحدة الأوروبية. هذه الميزانيات ستستجيب لكل التحديات الاقتصادية والصحية التي نواجهها. إن لم نحقق ذلك في الواقع ذلك سيؤثر علينا في السنوات القادمة. هناك نقاط مهمة، أكدنا على سبيل المثال على نسبة 30% لتكون مخصصة من الميزانية للموضوعات البيئية، ونحن دافعنا عن السياسات التقليدية ولا سيما السياسة الزراعية التي تم زيادة ميزانيتها، وهي ضرورية من أجل الأمن الغذائي الأوروبي. وهناك أيضا سياسة التماسك تم الاحتفاظ عليها، وكل السياسات المستقبلية سيتم زيادة ميزانيتها. وفي الخاتمة أريد أن أؤكد على ما هو جوهري، إنها مرحلة كبيرة تم تخطيها اليوم بفضل عمل استمر في الأشهر والسنوات الماضية. نحن مررنا منذ عام 2018 والأسس تم إرساؤه آنذاك 2018، إن خطة الإنعاش الأوروبية تمثل تغيرا تاريخيا في منطقة اليورو. هذه المرة الأولى التي وضعنا واعتمدنا من خلالها هذه القدرات المتعلقة بالميزانية في مشروعات جديدة، ومن خلال أيضا إيجاد
موارد خاصة إضافية، وهناك أقساط بطبيعة الحال ينبغي تسديدها حتى لا ننقل هذه الديون إلى الأجيال القادمة. إذن هناك إرادة في الاستثمار معا، وهذا يسمح لنا بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن. سنبدأ مع الأسئلة من الجانب الفرنسي. أن صوفي، هل تسمعونني؟ السيد الرئيس، السيدة المستشارة، صباح الخير. تقولان بأن هذا الاتفاق تاريخي، ولكن تم إعطاء الكثير من التنازلات لصالح البلدان المقتصدة أو الزاهدة. ألا تتأسفون على كل ذلك؟ كلا، نحن لا نأسف على ذلك، وأعتقد بأننا علينا أن ننظر إلى أن مجموعة من البلدان لم تكن متحمسة للتعاون، قدمت بعض الضمانات ولكن لم تؤكد على المعونات، وبأن اليوم وصلنا إلى هذه النتيجة، أي حجم المعونات هي أكبر من حجم القروض. هذه نتيجة جيدة، ولا سيما في ظل الجائحة، وكان ذلك بفضل روح التوافق، وأعتقد بأننا عملنا بصورة جيدة معا. البلدان التي حصلت على تنازلات هي هذه البلدان، ستدفع قسما كبيرا من المعونات لصالح البلدان الأكثر تأثرا. إذن هي تسوية، والتوافق دائما التسوية. ألمانيا شاركت في هذه التسوية والتوافق، ونحن شاركنا في هذا الأمر، وهذا مهم جدا ومسؤول. إن البلدان المشاركة بمساهمات صافية طالبت ببعض التخفيضات، وبالتالي كانت هناك كل تلك النقاشات والمناقشات. كما تعرفون هناك دائما مستفيدون بصورة صافية وهناك مساهمون بصورة صافية. هذه الآلية موجودة في الميزانية الأوروبية، وعملية التخفيضات تساهم في القيام بهذه التسوية، وبالتالي نكتفي إذن بهذا القدر من المؤتمر الصحفي المشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد هذا الاتفاق التاريخي كما وصف في الاتحاد بين القادة الأوروبيين بعد 4 أيام وليال من المفاوضات الشاقة، اتفاق بشأن خطة إنعاش الاقتصاد في القارة في خضم أزمة وباء كوفيد-19. كما قال الرئيس الفرنسي، هي خطة بقيمة 750 مليار يورو، ما يجعل منها الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي. كما قلنا، هو يوم تاريخي لأوروبا.